موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد فإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن يمسسك الله بضر، يقول بشدة وشظف في عيشك وضيق فيه، فلن يكشف ذلك عنك إلا الله الذي أمرك أن تكون أول من أسلم لأمره ونهيه وأذعن له من أهل زمانك دون ما يدعوك العادلون به إلى عبادته من الأوثان والأصنام ودون كل شيء سواه من خلقه. وإن يمسسك بخير، يقول وإن يصبك بخير أي برخاء في عيش وسعة في الرزق وكثرة في المال، فتقر أنه أصابك بذلك فهو على كل شيء قدير. يقول تعالى ذكره: والله الذي أصابك بذلك فهو على كل شيء قدير، هو القادر على نفعك وضرك، وهو على كل شيء يريده قادر، لا يعجزه شيء يريده ولا يمتنع منه شيء طلبه. ليس كالآلهة الذليلة المهينة التي لا تقدر على اجتلاب نفع على أنفسها ولا غيرها ولا دفع ضر عنها ولا غيرها. يقول تعالى ذكره: فكيف تعبد من كان هكذا؟ أم كيف لا تخلص العبادة وتقر لمن كان بيده الضر والنفع والثواب والعقاب وله القدرة الكاملة والعزة الظاهرة؟ هذه الآية الكريمة من أعظم أدلة التوحيد، وهي تدل على توحيد الربوبية. فمعنى الضر والنفع من معنى تصريف الأمور وتدبيرها هي من معاني الربوبية مع معنى الخلق والرزق. فمعنى الخلق والرزق والتدبير والنفع والضر والخفض والرفع، كل ذلك من صفة الرب
الإله الواحد سبحانه وتعالى. وهذه الآية وأمثالها يجب أن يحتج بها على من يطلبون قضاء الحاجات وكشف الكروبات والرزق من مال وغيره من الأولياء الأموات، أو من يظنونهم أولياء يطلبون الرزق منهم ويطلبون منهم كشف الكروبات والانتقام من الأعداء والنصر عليهم، ويطلبون منهم قضاء الحاجات، وكل ذلك من الشرك، نعوذ بالله من ذلك. فلا بد أن تكرر هذه الآية على أسماع من يتعلقون بغير الله من المقبورين، كما يتعلق أهل الأوثان بأوثانهم وأصنامهم. وهذا الأمر إذا ملأ القلب فإنه يملأه توكلا، أعني إذا ملأ القلب أن الله وحده هو النافع الضار، ملأ القلب توكلا على الله ورجاء لفضله وخوفا منه دون من سواه. وهذا وحده من أعظم أسباب السعادة واستقرار قلب الإنسان، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قال ابن جرير، يعني تعالى ذكره بقوله وهو نفسه يقول والله القاهر فوق عباده، ويعني بقوله القاهر المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم. وإنما قال فوق عباده لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم، ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه. فمعنى الكلام إذن والله الغالب عباده، المذللهم العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم، فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه، وهو الحكيم. يقول والله الحكيم في علوه على عباده وقهره إياهم بقدرته وفي سائر تدبيره، الخبير بمصالح الأشياء ومضارها، الذي لا يخفى عليه عواقب الأمور وبواديها، ولا يقع في تدبيره خلل، ولا يدخل على حكمه دخل. وأيضا هذه الآية من أعظم ما يرشد الإنسان إلى حقيقة الربوبية، حقيقة وجود الرب سبحانه وتعالى، من أعظم ما يرد به على الملحدين هذه الآيات، لأن الله قاهر فوق عباده، خلقهم قهرا ويموتون قهرا، ولا يملكون لأنفسهم فيما بين لحظة البداية والنهاية، لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهو القاهر فوق عباده. فأن للبشر أو غيرهم أن يدعوا أنهم يملكون من أمرهم شيئا، وقد كثر الاحتجاج بهذا المعنى في القرآن على المشركين، فقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سبحان الله.
وهذه الآية الكريمة دليل على فوقية الله عز وجل على خلقه والتصريح بلفظ فوق، وقد ورد هنا على معنى فوقية القهر والغلبة كما هو واضح من السياق، إضافة إلى معنى علو الشأن ومعنى علوه فوق عرشه سبحانه وتعالى، فهو علو الذات وفوقية الذات. والتصريح بلفظ فوق ورد في مواطن خلافا لمن يقولون لا نثبت جهة فوق ولا تحت، لا نقول أن الجهة مخلوقة، فإن الله لا يحل في المخلوقين، وهو عز وجل بائن من خلقه، ولكن فوق على ما يليق بعظمته وجلاله، وهو سبحانه وتعالى فوق هذا العالم بجميع أنواع الفوقية والعلو، فوقية وعلو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. قال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون نبوتك من قومك، أي شيء أعظم شهادة وأكبر؟ ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة الله الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في شهادة غيره من خلقه من السهو والخطأ والغلط والكذب. ثم قال لهم: إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة شهيد بيني وبينكم بالحق بالمحق منا من المبطل والرشيد منا في فعله وقوله من السفيه، وقد رضينا به حكما بيننا. الله عز وجل قد حكم شرعا وحكم كونا وقدرا، شاهد شرعا بالكتاب المنزل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وشاهد كونا بما نصره وأيده وأعلاه ونصره على كل من خالفه، سواء من زعموا أنهم أقرب إلى الله منه كاليهود والنصارى أو من كانوا من عبدة الأوثان، فقد نصره الله وأعزه وأيده بالمعجزات، كيف يكون ذلك مع افترائه الكذب على الله عز وجل؟ الله لا يفعل ذلك سبحانه وبحمده. قال عن مجاهد في قول الله تعالى: أي شيء أكبر شهادة؟ قال: أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل قريشا، ثم أمر أن يخبرهم فيقول: الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين يكذبونك الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به عقابه، وأنذر به من بلغه من سائر الناس غيركم إن لم ينتهي إلى العمل بما فيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والإيمان بجميعه نزولا
نقمة الله به، لأنذركم به وأنذر من بلغه نزول نقمة الله به، أي لمن لم يؤمن. عن قتادة في الآية: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ذكر الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس بلغوا ولو آية من كتاب الله، فإنه من بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله، أخذه أو تركه. مرسل. عن قتادة في قوله: لينذركم به ومن بلغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عن الله، فمن بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. عن محمد بن كعب القرظي: لينذركم به ومن بلغ، من قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ: ومن بلغ أئنكم لتشهدون. عن حسن بن صالح قال: سألت ليثا: هل بقي أحد لم تبلغه الدعوة؟ قال: كان مجاهد يقول: حيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذير، ثم قرأ: لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون. عن مجاهد: ومن بلغ؟ قال: من أسلم من العجم وغيرهم. عن محمد بن كعب قال: من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، ومن بلغ يعني ومن بلغه هذا القرآن فهو له نذير. عن سفيان الثوري يحدث: لا أعلمه إلا عن مجاهد أنه قال في قوله: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به العرب، ومن بلغ العجم. عن السدي: لينذركم به ومن بلغ. قال: أما من بلغ فمن بلغه القرآن فهو له نذير. قال ابن زيد: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، يقول: من بلغه هذا القرآن فأنا نذيره، وقرأ: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: فمن بلغه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم نذيره. وهذه الآية من أوضح الأدلة على لزوم إقامة الحجة قبل التعذيب، قبل النذارة لا بد أن تبلغ الحجة. إن آمن بالقرآن إجمالا لازمه أن يتعلم التفصيل، وإن بلغه شيء من القرآن ولم يبلغه الآخر قامت عليه الحجة فيما بلغه من القرآن. فهذه الآية من أدلة العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ. والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله.